It's not over, no, it's only just begun. I used to have a way with words, but now I trip over my tongue, yeah, yeah. انا صافي الحمد لله كلشي بخير تحسكم بزاف بزاف كنرجع لكم بلوكات جداد فيديوهات جداد وسكسات ان شاء الله باش نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج زوينين جايين في الطريق باش تشوفوا المينياتور. اليوم غادي نديروا روم ميك اوفر كيف راكم عارفين هذه دابا تقريبا 7 شهور ولا 8 شهور باش انا تحولت لهاد الدار هادي وسكنت بوحديتي ولكن سكنت راكم شفتوا عقلتكم درنا بزاف ديال الفيديو درنا الكليني ديال لابارتمون درنا صورت معكم التحويل صورت معكم المواعين اللي شويه جدادين تجهيزات ديال الدار وكلشي لقيتو هذيك لا سيغي فريمون كانت دازت زوينه بزاف ولكن وصلت حتى البيت وباش انني ندير روم ميك اوفر صافي بحال عجزت بحال كنت كنقول بلاتي شويه حتى للدرب حتى للدرب حتى للدرب وبحال صافي ولفت البيت هكا يكون مينيماليست وخاوي وفي غير البيرو الناموسيه ولكن دابا ما يمكنش نكملو هكا وحنا قرر يدخل البرد واللي تيقول البرد تيقول فلوغات جداد روتينات جداد دوك المورنينغ روتينز اللي كنا كنفيقو مع 6 الصباح غنعاودو نديروهم ان شاء الله داكشي علاش درت اكران ضروري خاصك تقادي بيت يكون جديد يكون فيها داك البينتريست فايب ويكون البيت هكا استيريك وكيوت وزوين وكيشجعنا على البروداكتيفيتي وكلشي سو داكشي اللي غنديرو اليوم ان شاء الله في الفيديو هاد ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تخلي معكم لايك للفيديو وابوني على لاشين حيت مابقاش بزاف ان شاء الله ونكملو 100K ودابا غادي ندوز نوريكم بدا البيت لا سيتياسيون اكتويال ديالو كيفاش دايره كتبان لكم دابا راه خاوي ما فيه والو حوايج الصراحه ما نكذبش عليكم ولكن ان شاء الله غادي انا وياكم اليوم نقادو غادي يولي غزال البيت ولي شوفوا حالته كدير دابا غادي نشطبو غادي نسيقو بالنسبه لهاد اللعبه اللي غتبان لكم هنايا هذا راه الليد ار جي بي راه درتو بالبيت كامل الجداير كامل هنايا في البيت المهم حتى الاخر غادي نوري لكم فريمون عرفتي سخفت وانا كنركب فيه هاد الصباح هذا داكشي علاش ما قدرتش نصور لكم حتى ما يمكنش واحد التعب كاين فيا حتى راه سخفني راه دورتو على البيت كامل حتى الاخر غنوري لكم المهم دابا غادي ندوزو غادي نشطبو هنايا الارض كامله وغادي ندوزو نسيقوها باش ديك الساعه نبداو نركبو كل حاجه في بلاصتها واحد لاكيستيون غنبغي نجاوب عليها هي الناس اللي تيقولوا لي اكرام علاش خليتي الدار عندك فيها جوج البيوت اخرين عاد صالون والكوزينه والدوش ولكن تيجي مشيتي سكنتي في الصالون نقول لكم علاش باسكو انا الصالون هنايا اول حاجه عندي الشرجم الشرجم عندي كبير دونك داخلني الهواء ثاني حاجه هي هنا كاين الكالم بالنسبه للبيوت الاخرين فيهم الصداع علاش حيت كاين فيهم داك البالكون والبالكون كيطلع على كيطلع على بحال العماره كامله دونك كاع الشرجم ديال الناس اللي ساكنين حدايا كتسمع الهضره دونك فاش كنكون كنصور ولا شي حاجه فريمون كتسمع الهضره وحيت كاين الكوزينات في ديك البلاصه بحال الناس اللي فوق مني وداكشي عندهم الكوزينات في ديك البلاصه دونك كيبقاو يقرقبوا المواعين وداكشي وانا كنبقيت تسمع ليا الصداع دونك ما قديتش كاع نعس تما بلس واحد الحاجه اللي مهمه هي الريزو تما ما كاينش الريزو بلاش نوريكم بعدا البيوت فين كاينين ثم بالنسبه للفلول راه هو هذاك كتخرجوا بحال هكا من الصالون المهم هذا هو الصالون اللي كنا فيه دابا اللي انا كنصور فيه كتخرجوا منه كتلقاو هذا البيت هذا اون فاس معاكم وكاين البيت الاخر اللي ها حتى هو المهم هذا البيوت بجوج زعما كنت نقدر نديرهم بيوت النعاس وهنايا الباب ديال الدخله ديال لابارتمون ولكن انا ما قديتش دونك كيف ما قلت لكم ما قديتش انني نسكن في دوك البيوت بجوج حيت راه ما كاينش فيهم الريزو كاع يعني ابي لو بغيت ندوزها ما كتشدش ليا داكشي علاش ضروري كان خاصني ندير البلاصه اللي غادي نجلس فيها هي هاد الصالون والبيوت الاخرين راني فرشتهم كاين البيوت اللي دايره فيهم واحد السدادر كيجيو مثلا جاو مالي الدار ولا شي حاجه ولكن البيت الاخر دايره فيه غير داكشي ديال الحوايج الحوايج اللي زايدين عليا ولكن اغلبيه الوقت ديالي كندوزو هنايا في هاد الصالون هذا داكشي علاش قررت انني ندير فيه هنايا الناموسيه ديالي هنا يكون البيوغو ديالي وهنا فين تندوز صراحه واحد 90% ديال الوقت ابار الكوزينه اللي راكم عارفين ما كنخرجش منها
بصراحه ما تخيلوش شحال عييت، هزيت هاد الناموسيه اللي طيحت لي ظهري. المهم دابا الحمد لله كنت في الدنيا بطبعا مع الشابه ورده ما كاينه مزيكا. المهم دابا خرجني يلاه حطيت الناموسيه، غادي نفرش دابا الزرقيه في البينك. المهم غادي ندير قلت لكم في الاول غندير داك الشيء البينترست. Have you ever felt his fingertips sending shivers down your spine? It's enough to make you lose your sense, enough to make you lose your mind. There's magic in the way he moves, always steady, ever wild. And all this heartbreak he holds close. كاين دغيا دابا يلاه قاديت الكوفر لي ودرت هاد الوسيد هادو هما اللي كنت كنديرها في الدار الاولى عقلت عليهم. ودجا دابا حطيت عند الخياط واحد وحدين اخرين بالبينك غير وجدوا ان شاء الله وغادي نقادو معاكم في شي فلوغ. وهنايا كاينين هاد لي بوستر هادو اللي كنت دجا معلقه فغيمو، هادو عندي معاهم واحد العلاقه زوينه وعزازين عليا. قلت علاش لا ما نعاودش نلصقهم هنايا باسكو كانوا عزاز عليا بزاف. قلت علاش لا ما نديرهمش هنايا فوق الناموسيه هنايا. دابا غادي ندوز غادي ناخذ هذا. المهم هاد الولاد هذا كنت ملصقه هنايا عقلت وكنت درتو فاش درت الركن ديال الصالات، دونك دابا غادي نحيدو من هنايا وغادي نديرو راه الناموسيه. هذا كيجي غزال البنات راني مكنتش حد تجي زوين. Have you ever felt his fingertips sending shivers down your spine? It's enough to make you lose your sense, enough to make you lose your mind. المهم عرفتي راه ما ساليت هذا حتى كنت غادي نموت عرفتي عييت. تيبان ساهل من بعيد ولكن والله تصعيب عرفتي حيت كيبقاو يتخبلوا ليا. غير كنسالي هاد الخط الاولاني كيتخبى ليا مع الخط الثاني كنرجع كنعاودو كامل من جديد. المهم عرفتي والله الا كنلهت عرفتي فغيمون عييت. دابا شوفوا راه طاحت الظلمه ولي شوفوا داك كيما مطبع. غادي نمسحو دابا بلاتي غنساليو ونمسحو. المهم نرجع الموضوع هنا. قلت لكم هذا يلاه ساليتو دابا هانتوما مابقاش كنلوي فيه بحال هكا. شوفوا واش بدا يبان لكم مزيان هانتوما راه بقيت كنلوي فيه بحال هكا صافي. باش ملي تنطلقوا بحال هكا غادي نشعلو دابا وغادي تشوفوا شحال كيجي غزال. راه ما يمكنش شحال كيجي زوين. هانتوما واحد جوج ثلاثه فريمون كيجي زوين هكا داير في الناموسيه. مازال غادي نهبطو من هنايا باش تشوفوا شحال كيجي غزال. هانتوما كيف ما قلت لكم كيجي غزال حمقني. دابا غادي ندوزو باش نشعلو هذا حتى هو ونوريكم كيفاش كيجي. واو جايز شوفوا شحال جات زوينه فريمون جات بيت غزال 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 بصراحه حمقني. شوفوا هذا شحال جا زوين سورتو هاد الليلات هادو عطاه واحد المنظر واعر للبيت. شوفوا راني جيت دايره هكا داير بالحيط كامل. شوفوا Oh, this season thing has never worked out for me. I get too hot in the summer, cold in the winter. But the spring has brought me enough feelings unlike ever before. And you got me feeling. Guys, I'm so excited! I'm so happy! I'm so happy! I'm so happy!
فريمون جي البيت غزال 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 بزاف سورتو بسبب هاد الليله صراحه ما نكذبش عليكم عطاو واحد اللمسه غزاله للبيت وجا بحال داكشي ديال بينتريست المهم انا كيف ما كان في بالي كيف ما جا فريمون حمقني بالنسبه لهاد الليلات هادو غنخلي لكم لاباج لتحت منين خديتهم راه ندير لكم ريدكسيون نورمالمون لو بري ديالهم هو 199 درهم بوغ شاك 5 متر ولكن قالوا لي الناس اللي غادي يجيو من هاد الدنيا هذا غادي ياخذوهم غير ب 149 درهم ولا لي فريزون راه فابور فريمون على السيره دايرين واحد لوب غزاله نخلي لكم لتحت الواتساب ديالهم ايميم حتى النمره ديال التليفون فين تصونيو ليهم وحتى ديال السيت راه باش تدوزوا لا كوموند ديالكم ودايرين واحد لا بروموسيون اخرى الا خديتي جوج كيبقى لك الثالث فابور فريمون عرفتي الناس ظريفين بزاف نخليهم لكم لتحت غير هضروا معاهم قولوا لهم حنا من طرف اكرام وراه غادي يخليو لكم بهذه القياده وبصحتكم والله حتى فريمون انا كنحمق على هذا الشيء اللي كتكون استريك وكيوت وفي ديك البينتريست فاي وداك الشيء شوفوا شوفوا اختي شوفوا الزين شوفوا شوفوا فريمون حمقاتني نو جايز هكا غنكونوا سعيدين على الفيديو ديالنا ديال اليوم انا بدرت اللي تو فرحانه حيت فريمون عجبني البيت وغنصور لكم ان شاء الله فيه بزاف ديال لو كونتوني في انستغرام غنخلي لكم انا حكا انستغرام ديالي جيو عندي تما كندير معكم بزاف ديال لي فلوغ بزاف ديال الفيديوهات بزاف ديال الريلز ستوريات وكل شيء دونك نشوفكم هنا في انستغرام ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه بالسلامه عليكم. Always wanna fucking be around.